بس هذا بيشمل العامل الغلبان اللي كل أربعة أشهر بدو كيس طحين يقطعوه عنه، إذا بدهم يعملوا هيك بلزموناش. الوكالة هذه فساد. بكل هذا الغضب استقبل اللاجئون في غزة قرار وكالة غوث اللاجئين الأونروا بقطع المساعدات العينية عن أكثر من 9000 عائلة، تقول الوكالة إن أحوالهم المعيشية باتت أفضل من ذي قبل. لو الوكالة بتحبنا عملت لنا مصانع، مصانع ألبان، إحنا بناخذ كوز اللبن من إسرائيل، كان عملت لنا مصانع ألبان، مصانع حليب، مزارع بقر، مصانع أعلاف، كان شغلت العمال، كان شغلت الشعب. الوكالة تقول إنها تمر بضائقة مالية كبيرة، سببها عدم التزام الدول المانحة بتعهداتها، لافتة إلى أنها استبدلت أولئك الذين قطعت عنهم المساعدات بآخرين أكثر فقراً. هناك أزمة حقيقية تواجهها الأونروا حتى الثلاثة شهور القادمة بمبلغ 55 مليون دولار، ولكن في غزة وصلنا إلى 830 ألف شخص نقدم لهم مساعدات غذائية منتظمة. هذا رقم مهول، لم يسبق لنا أن وصلنا إلى هذا الرقم، حصار مستمر. اللجان المسؤولة عن متابعة شؤون اللاجئين حملت إدارة الوكالة كامل المسؤولية ولوحت بتصعيد أنشطتها الاحتجاجية. إحنا عندما يكون أمور فيها إجحاف على اللاجئ الفلسطيني لن نسكت، وسنقوم بتصعيدات يعني، وهذا يأسفنا الأمر إنه إحنا نقف في وجه وكالة الغوث أو إدارة وكالة الغوث. الجولة في مخيم جباليا للاجئين قادتنا إلى منزل أبو ناصر مرعي الذي يعيش في منزل متهالك مكون من غرفة واحدة سقفها من الإسبست مع زوجته وأطفاله الستة. الرجل مريض وعاطل عن العمل ويقول إن الوكالة أنذرته بقطع المساعدات عنه. أنتوا بتأخذوا مساعدات من الأونروا؟ بناخذ وكالة. شو بتعطيكوا؟ مواد تمونية، بقت تعطينا 40 شيكل، انقطعنا 40 شيكل. يعني وضع ضهنا بالمرة، يعني في الشتاء لما بدك تروح على المطبخ جراي في جراي، لما بدك تروح الحمام جراي في جراي، لما بدك تروح على الأوضة هديك والأوضة هديك فيها عرس بعد عنك وفران، وهذا يعني بقدرش أولادي يناموا فيها اللي أقدر أنيمهم هناك. وين بتناموا كلكم؟ كلياتنا بننام في هذه الأوضة 8 تنفار، وبعدين بتسيل علينا كمان من فوق وبنحط لها الجوني وهذا. لكن المشككين في أسباب اتخاذ الوكالة لهذا القرار يتساءلون كيف للوكالة أن تشير إلى تحسن أوضاع آلاف اللاجئين هنا في ظل تقارير دولية تشير إلى ارتفاع خطير في معدلات الفقر والبطالة في قطاع غزة المحاصر منذ 7 سنوات. شهد الكاشف، بي بي سي، قطاع غزة.